قدرت اوصل للترياق اللي هيخلينا نخلص على الابطال الخارقين. ايه الكلام ده يا زمان؟ حقيقي يا زنبلك، الترياق اللي معايا ده نقطة منه بس تخلينا نسيطر على سوبرمان، وهو اقوى واحد في الابطال الخارقين، ونخليه يخلص عليهم كلهم. ده بجد الكلام ده صحيح؟ طبعا بجد. الله يحفظك يا صحيح. ارجع مكانك يا حيوان. يا بوكس يا صحيح، اصل فرحان ان انت هترد اعتبارنا قدام كل العصابات، وهترفع راسنا قدام الابطال الخارقين. انا مش ناسي كان عمل ايه فيا. يا الحلوة دي، ده انا اما قدال الزعيم هيفرح بيا اوي. طب يلا يا ابني انزل. لا انا عايز اخد لفة بالعربية الاول. لفة ايه يا ابوك؟ تمانو صحة دلوقتي ولا مفتاح العربية مش جنبين ايه بالدنيا؟ لا انا ماليش دعوة، انا عاوز اسوق. اللهم طولك يا روح. ميديو يا حبيبي، هو انا ممكن اسألك سؤال؟ ايوه ممكن. انت بتعرف تسوق او سوقت حتى قبل كده؟ لا. اما هو لا تفت ايه؟ ها خلاص اقتنعت ولا عيد كلامي؟ خلاص اقتنعت. طب يلا انزل. رايح فين؟ طالع طالع ايوه كده، هما مشوا هناك اهو. اخد العربيه بقى وديها للشوكه. خلصت مهمتك؟ انا لازم اهرب. انت ناوي تهرب ولا ايه؟ ايوه ناوي. انت بتعمل ايه هنا يا سبايك؟ سيبه يا عمان، انا اللي لقيته الاول. سلم بيه كلنا. مش هنسألكم يا ابطال يا حبيبي. عرفت بقى يا زعيم، انا لازم اتكلم منه بعشان تكتب. طيب امسك التركيبة اهي، ورينا تقدر تعمل ايه. هتشوف يا زعيم، هتشوف. ماشي. تسمح لي استاذن انا يا زعيم. ماشي يلا روح. اخيرا الكفة بتاعتنا هتكسب قدام الابطال الخارقين. عايز مرتين منك يا اسلام. ماشي صبرك عليك. مش مفتوح. والله في سلكين هنا هم تجي في الفوم كهرباء. ايوه فيهم كهرباء. Yeah.
الكهرباء هنا شكلها جديد، بس مش خساره في كيس ليه. هنروح احنا كده مشوار وهنجيلكوا تاني. مش عامل فيك حاجة، بشكرك على القوة الخارقة اللي جاتلي دي.